ما شاء الله دكتور، ايش عملنا اليوم دكتور؟ ايش عملنا؟ ايش عملنا اليوم انت؟ ايش الطبخه هذه؟ هذه طبخه جباليه، هذه طبخه جباليه، يعني هو اللحم المعلبات، وبالطبع اللحم غير موجود في جباليه الا باسمنه خياليه، ونستعملوا سيدي اللحم المعلبات بديل، يعني كبديل ومملوء بالمواد الحافظه، حتى اذا متنا ان شاء الله لن تاكلنا الديدان، لاننا نكون كل لحمنا كل لحمنا يكون فيه مواد حافظه، فاما سنموت شهداء، فالذي حرم الله اكل الديدان للحومنا، واما ان نموت وقد امتلا لحمنا بالمواد الحافظه، وفي كلا الحالتين لن ياكل الدودو لحمنا ان شاء الله. ان شاء الله.